يواصل أمدة بلدية إنجمينة برفقة أمدة الدوائر المختلفة بإزالة المحلات التجارية الكائنة على الطرقات الرئيسية بطريقة عشوائية. هنا في ساحة فيست أفريكا تمت إزالة عدد من المحلات التجارية لبعض شركات الاتصال التي استغلت هذه الساحة لأغراض تجارية غير رسمية دون أي إذن من سلطات البلدية. وليس بعيدا عن جسر الشقوة أنشأت الحكومة سوقا خاصا لبيع الأسماك، إلا أن البائعات لم يلتزمن نشاطاتهن التجارية بداخل السوق. هذا ما دفع البلدية للقيام بهذه العملية. قمنا بحملة على النتواياج ده في الشوارع الكبار، قدمنا في سيزي مرسوم. العمل ده ماشي كل ما يوم ده نشوف المكان واد ونمشي، والمكان ده يدقاجي لإشان ما يسبب حادث لسكان هنا مدينة إنجمينة. وبحسب عمدة بلدية إنجمينة علي حارون، إن عملية تحدم وإزالة المحلات العشوائية على الطرق الرئيسية تستمر لتشمل كافة دوائر العاصمة.